قبل ما نستقبل ضيفنا اللي هيكون منورنا النهارده في الاستوديو كمان هيكون معانا من خلال زوم الاستاذ احمد رحيل وهو طبعا الرئيس التنفيذي لاحدى تطبيقات الكتب الصوتيه اهلا بحضرتك استاذ احمد اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين اهلا بحضرتك وطبعا مبدئيا عايزه اعرف من حضرتك في ظل التحديات وهيمنه السوشيال ميديا والبلاتفورمز هل الكتاب الالكتروني بقى ليه حضور اقوى من الكتاب الورقي من وجهه نظر حضرتك اه طبعا الكتاب الالكتروني الفتره الاخيره من وجهه نظري وكمان ايه الارقام والاحصائيات بتقول ده ان بقى ليه تواجد بشكل كبير يعني لو جينا اخذنا من 2016 لحد النهاردة تقريبا 8 سنين من 8 سنين كانت نسبة الكتب الإلكترونية الرقمية يعني اللي هي بتقرأ بصيغة الإي بوب كان تقريبا ألاف الكتب يعني أقل من 5000 كتاب متاحين باللغة العربية النهاردة وصلوا لحد 40 ألف كتاب بجانب الكتب الصوتية كمان في 2016 كان تقريبا 200 كتاب صوتي بس اللي موجود النهاردة في حوالي 11 ألف كتاب صوتي ولو جينا شفنا كمان أكتر الدول اكتر الدول اللي عندها رقمنه للكتب للكتب الرقميه فهنلقى مصر هي هي تقريبا 55% من اجمالي الكتب ال 40 كتاب 40000 كتاب الكتروني وال 11000 كتاب صوتي 55% من الكتب دي جايه من السوق المصري من ناشرين مصريين والكتاب مصريين وده ان دل فبيدل طبعا على ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتماشى مع العصر ونكون دايما متطورين ويهمني كمان اعرف من حضرتك انه هل في تطبيقات بس متخصصه في اصدار الكتب الصوتيه؟ في بالفعل تطبيقات حاليا متخصصه في اصدار الكتاب الصوتي بعد ما بيتم اصداره بشكل ورقي ورقي اه يعني لو جه جي... اه في وفي بعض التجارب اللي تم اصدارها صوتيا الاول وحققت نجاح كبير صوتيا بعد كده اتحولت لكتاب ورقي زي مثلا كتاب اسطوره دكتور احمد خالد توفيق للكاتب خالف جابر تم انتاجها صوتيا بصوت الفنان احمد امين وبعد ما حققت النجاح بشكل صوتي تم تحويلها لكتاب ورقي. هل حضرتك شايف انه في بعض انواع الادب لا تصلح للتحويل الصوتي او لا تصلح للتحويل الالكتروني ولا اي نوع من انواع الادب من وجهه نظر حضرتك تصلح انها تكون يعني كتاب الكتروني او كتاب صوتي؟ لو جينا شفنا هنلاقي ان اغلب انواع الادب بتنفع انها تتحول لي كتاب صوتي او كتاب الكتروني لكن التحدي هيكون في بعض الكتب المتخصصه شويه يعني لو في بعض الكتب المتخصصه يعني ادب لكن بيتناول الادب من ناحية الاكاديميه مش ادب من ناحيه الروايه او من ناحيه الشعر او من ناحيه الدراسات أيوة. آه اللي بتكون منشوره للعوام وليس المتخصصين جميل انا بشكر حضرتك استاذ احمد وان شاء الله تنورنا في الاستوديو قريب ان شاء الله باذن الله يا فندم